لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة الحد 14 يونيو، والنهاردة القمر موجود في برج الحمل. عندنا كمان أورانوس في برج الثور، والشمس في الجوزاء، وعطارد في السرطان، والمريخ ونبتون في الحوت. عندنا أربع كواكب بيتراجعوا: فينوس بيتراجع في الجوزاء، وبلوتو والمشتري بيتراجعوا في الجدي، وزحل بيتراجع في الدلو. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، بيديكم منتهى التألق والسحر والجاذبية. عندكم طاقة إيجابية وثقة بالنفس، وتعرفوا تثبتوا وجودكم في كل مكان بتتواجدوا فيه، وتعرفوا كمان تفرضوا إرادتكم ورغباتكم، وتدوا لكل اللي حواليكم حماس وتفاؤل. كمان تعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم، وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. النهاردة عندكم القمر في منزل الصحة السلبي، ومهم جدا انكم تاخدوا بالكم اكتر من صحتكم، وتحموا نفسكم من اي عدوى. مهم كمان انكم تحاولوا تعملوا كل حاجة في صمت، يعني تشتغلوا في صمت، ما تعلنوش خططكم، وتبعدوا عن الفخر بنفسكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة القمر بيدعمكم اجتماعيا ومهنيا، وتقدروا انكم تعملوا تنمية لشغلكم، وتعرفوا تحصلوا على مساندة او دعم من زملاء في العمل او رؤساء في العمل. كمان اجتماعيا ممكن يكون في تواصل فكري حلو مع الاصحاب، او اوقات حلوة تقضوها اجتماعيا، او يبقى في اتصالات موفقة وناجحة. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس، وده ممكن يخلي فيه ضغوط مهنية. حاولوا النهاردة مواليد السرطان انكم تشتغلوا بالذات في الشغل، لان القمر معاكس مهنيا، فحاولوا انكم تشتغلوا بدقة، وتكونوا مستعدين يعني للعمل بخشونة. ومهم كمان يعني انكم تحاولوا تكونوا يقظين عشان تحموا نفسكم من اي مكائد، او تحموا نفسكم من اي اخطاء تتمسك ضدكم. نروح بعد كده لبرج الاسد. مواليد الاسد النهاردة عندكم القمر في وضع داعم جدا في منزل الحظ، ده بيديكم مكاسب مالية او فرص انكم تحققوا مكاسب مالية. كمان عندكم استعداد كبير تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، وده هيساعدكم تعملوا تطور في مجالكم المهني. كمان عاطفيا ممكن يكون في وقت حلو تقضوه مع الشخص اللي بتحبوه، او تعرفوا اجتماعيا حتى انكم يكون في تواصل حلو يساعدكم. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، ده بيديكم يوم مناسب للبيع وللشراء، وعندكم روح ابتكارية وقدرة على التخطيط هايل لمستقبلكم او لتنمية مدخرات او املاك. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندكم القمر في مواجهة برجكم، بيخليكم تميلوا للعصبية. كمان ممكن صحيا تكونوا طاقتكم اقل، او تبقى سهل انكم تتعرضوا لعدوى، فلازم تحافظوا على صحتكم اكتر. حاولوا كمان انكم تعبروا عن افكاركم بلباقة، لان بتميلوا للغضب او للانفعال بسرعة. كمان حاولوا تكونوا يقظين عشان تعرفوا تحموا حقوقكم من انها تتاخد. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في منزل العمل الإيجابي، ده بيديكم منتهى الطاقة والنشاط والحيوية، ويوم مهم للعمل والإنجاز، وتقدروا انكم تعملوا كل شغل على أكمل وجه، وتقوموا بواجباتكم
ومسؤولياتكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات منزلية أو واجبات مهنية. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم القمر في وضع داعم جدا عاطفيا، بيديكوا طاقة عاطفية حلوة، وممكن تقضوا أوقات حلوة مع الأحباب، وكمان لو عندكم أولاد تقدروا تحققوا تواصل أفضل مع أولادكم. كمان في الشغل تعرفوا تنجزوا شغلكم بحماس وتحصلوا على التقدير في المقابل. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي النهاردة للأسف القمر في وضع معاكس معاكم عائليا واجتماعيا، فلازم تكونوا واخدين بالكم ما تدخلوش في أي جدال أو نقاش ممكن يؤدي لصدام مع اللي حواليكم، وحاولوا تلاقوا وقت للاهتمام بنفسكم، وحاولوا انكم تقاوموا اي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، وده بيديكوا لباقة ودبلوماسية، وتقدروا تعملوا اتصالات حلوة مع زملاء في العمل او اتصالات اجتماعية موفقة، وتعرفوا تتواصلوا عموما بحب مع كل اللي حواليكم عاطفيا واجتماعيا ومهنيا. فأشوف انه النهاردة يوم مهم تقدروا تبرزوا فيه كمان مواهبكم، وتعرفوا تقنعوا اي حد بأي فكرة عندكم، وتعرفوا كمان تتفاوضوا على حقوق ليكم. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر في المنزل الثاني، وده بيديكم يعني بيخليكم تركيزكم ممكن يكون اقل، فمهم قوي النهاردة انكم تبعدوا عن المغامرة وعن التسرع في اتخاذ القرارات. حاولوا تراجعوا كويس كل خطوة قبل ما تعملوها او قبل ما تنفذوها. مهم كمان تعتنوا جدا بفلوسكم وبحساباتكم وبحاجتكم، لانه عدم التركيز ممكن يخليكم تغلطوا في حسابات تتسبب ليكم في خسارة، ده بالنسبة للفلوس. كمان بالنسبة للحاجة اللي بتملكوها لازم تتحركوا بالراحة عشان مفيش حاجة تضيع منكم او تتكسر، فبرضو عشان تتجنبوا الخسائر. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.